يعني لازم اكو شيء منشور مكتوب واضح يوضح لنا شنو اللي صار حتى نقدر نستند اليه، لان هاي التقييمات الشخصيه في تقديري ما راح تكون صحيحه يعني 100%، راح تكون قريبه يجوز الى الواقع ولكنها قد ما تكون واقعيه تماما. بالنسبه للمطلوب الان، احنا يعني اولا تقييم الوضع الوبائي في العراق واضح انه هناك ازدياد كبير في الاصابات بشكل عالي جدا، وهناك اصابات شديده، وفيات حاليا عدد الراقدين في غرف العنايه المركزه يبلغ حوالي 1008 اشخاص اليوم، هاي الارقام مال اليوم. كيف الملقحين في زياده، يعني اليوم لقحوا حوالي 110,000 شخص اليوم فقط في العراق، وهذه نسبه جيده قياسا الى الايام السابقه. مجموع الملقحين وصل قريب للمليونين، عفوا ليس الملقحين، عدد الجرعة المعطاة وصلت إلى مليونين. فمن نحسب إحنا عدد الجرعة ونقسمها على جماعة جرعة الأشخاص، وجرعتين يعني ايه؟ طبعا جرعة جرعتين، فبنحسب الأشخاص أنه تلقحوا هلأ. بحدود 800 ولكن 800 ألف. نعم، المشكلة أنه إحنا نحتاج في العراق الآن حسب تقرير أخير صدر من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أنه عدد الـ أنه عفوا نسبة انتشار المرض زادت، الآر هيثم فاليو الريبرودكشن ريت فاليو، وصارت مساوية لمرض جدري الدجاج، هيثم جدري الماء جدري الدجاج. هذا يعني أنه يجب أن نصعد في نسبة التلقيح إلى 90% من المجتمع، يلا نقدر نوصل إلى مناعة المجتمع أو مناعة القطيع. يعني الكمية اللي نحتاجها من اللقاحات إذا إحنا 40 مليون، يعني راح نحتاج فد عدد جدا كبير خارج التصور اللي احنا عندنا حاليا، مع 10 ملايين جرعه لا تكفي. بحدود 44 مليون جرعة، على اعتبار جرعتين لكل، إذا اعتبرنا أنه 50% من المجتمع اكثر، هو فوق سن ال 18. اكثر، اذا نريد نلقح 80% من المجتمع نحتاج الى 64 مليون جرعه، أوف والان احنا عبرنا ال 80، لانه ال 80% من ال 40 مليون هي 32 مليون، اللي كل واحد يحتاج جرعتين. بالمناسبة الأطفال تجارب ماشية عليهم في أمريكا، الآن إحنا نلقح من 12 سنة، والآن تجارب على 6 سنوات ونزولا إلى 6 أشهر، خلال الخريف القادم وبداية السنة القادمة راح اللقاح يقر للأطفال. فالحاجة الحقيقية هي يعني هواية أضعاف أضعاف، يعني قريب ال 70 مليون جرعة نحتاج كل أنواع تقريبا. الفاكسين دكتور، كل أنواع الفاكسين تراهم على الأطفال، فايزر أوديرنو أمريكا حاليا فايزر مودرنا موديرنا. يشتغلون، وسينوفارم الامارات بدات بحث طويل على 900 طفل دي يشتغلون حاليا من عمر 6 اشهر قاعدين وياهم دي يشوفون الفائده مال اللقاح. صار من يوم 10/10 بدوا، العفو 10/10 بشهر السادس، يعني 10 جون 10 جاي.